المرأة في مصر القديمة علامة بارزة على طريق الحضارة المصرية منذ آلاف السنين، من خلال ما سجلته لنا الآثار المصرية القديمة من صور وتماثيل منفردة مع زوجها وأسرته، أو ما ورد عنها في أقوال الأدباء والحكماء، أو ما حملته من ألقاب وما شغلته من وظائف وما مارسته لأسرتها والمجتمع، حتى تمكنت منذ تاريخ مصر المبكر من حكم البلاد. وعلى الرغم من أن المصريين القدماء لم يتعودوا أن تتولى امرأة حكم مصر لأنه بالنسبة لهم وضع غير طبيعي، فقد تهيأت الظروف لبعض الملكات ليحكمن البلاد، وهن ميريت نت الأسرة الأولى، خنت كاوس الأسرة الرابعة، نيت إقرت الأسرة السادسة، سوبك نفرو الأسرة الثانية عشرة، حتشبسوت الأسرة الثامنة عشرة، تاوسرت الأسرة التاسعة عشرة. وأشهرهن جميعا الملكة حتشبسوت صاحبة معبد الدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، والذي يقف شامخا في حضن الجبل. والملكة حتشبسوت من أبرز وأقوى الملكات التي حكمن مصر، فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديمة. وهي ابنة الملك تحتمس الأول والوريثة الشرعية الوحيدة لعرش البلاد، وزوجة الملك تحتمس الثاني الذي لم تنجب منه وريثا لعرش البلاد. وكان تحتمس الثاني قد أنجب ابنا من إحدى المحظيات، هو الملك تحتمس الثالث الذي كان صغير السن، ولهذا تمكنت حتشبسوت من أن تنحيه جانباً وتسيطر على مقاليد الأمور في مصر. وحرصاً منها على دعم شرعيتها، سجلت على جدران معبدها في الدير البحري قصة ولادتها من الإله آمون، وبهذا أصبح لها الأحقية من كونها ابنة للإله آمون في حكم مصر لمدة 13 عاما، تحققت فيها للبلاد بقدر كبير من الأمن والاستقرار والسلام الذي عم أنحاء الإمبراطورية المصرية. وكان هناك أيضا ملكات لسن بحاكمات، ولكنهن أسهمن في إدارة دفة الحكم في البلاد، وكانت أبرزهن الملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث. والملكة تي
كانت تتمتع بشخصية قوية واحترام كبير لدى زوجها، وهي كانت فتاة من الشعب. وقد رزقت تي من أمنحتب الثالث بولدها أمنحتب الرابع الذي عرف في التاريخ باسم إخناتون. وكانت الملكة تي من المناصرين والمؤيدين لدعوة الوحدانية التي تبناها ابنها إخناتون. وفي عهد زوجها أمنحتب الثالث اكتملت للإمبراطورية المصرية ثمارها الحربية والفكرية، وعم السلام والرخاء أنحاء البلاد. والملكة التالية نفرتيتي زوجة إخناتون التي أعطته أيضا كل الدعم في سبيل نشر دعوته لعبادة الإله الواحد آتون إله الشمس. والملكة نفرتاري أيضا من الملكات البارزات، فهي زوجة الملك رمسيس الثاني وكانت المفضلة من بين زوجاته. ومن فرط حبه لزوجته شيد لها معبد أبو سمبل الصغير بالنوبة، ولقد نحتت تماثيلها في واجهة المعبد بنفس حجم تماثيل زوجها رمسيس الثاني، مما يؤكد عظيم مكانتها. وقد كثرت ألقابها التي توضح لنا أنها ملكة غير عادية، مثل زوجة الملك العظمى، وربة مصر العليا والسفلى، كما شغلت الملكة نفرتاري منصبا دينيا متميزا وهو زوجة الإله. وقد أمر رمسيس الثاني بنقر مقبرة لها في وادي الملكات أفرغ فيها الفنان المبدع كل ما اكتسب من خبرة ومهارة في العصور السابقة. واهتمت المرأة الفرعونية برعاية زوجها وبتربية أولادها، ومن الأعمال التي قامت بها المرأة الفرعونية الزراعة. وصناعة الخبز.
صانعة البيرة. فتيات بالمشغل. ومرافقة زوجها في رحلات الصيد. توت عنخ آمون وزوجته، كاهنة تذهب إلى محاكمة أوزوريس. امرأة تسجد للإله سوبك. حاملة القرابين. سيدة تعتني بالورد. الزوج وزوجته وأمه وخالته وجدته. فتاة تلتقط شوكة من رجل صديقتها. فتاة تشد شعر أختها. الزوجة والزوج يسمعان الموسيقى بإعجاب. فتاة تعزف على الناي في حفل موسيقي. واهتمت المرأة الفرعونية بجمال مظهرها وزينتها بالمجوهرات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة وغيرها. وحصلت المرأة على مجموعة من الألقاب الشرفية التي تشير إلى احترام مجتمعها لها، وهي
الملكة ولقبها حمت نسو، زوجة الملك العظمى ولقبها حمت نسو وارد، أخت الملك ولقبها سنت نسو، سيدة كل السيدات ولقبها حنوت حموت نبوت، كبيرة الحريم ولقبها ويت خنرت، فتاة صغيرة ولقبها شيريت، المرضعة ولقبها منعت أو ريننت، كاهنة الملك ولقبها حمت سنو، مغنية الإله ولقبها شمعيت نت نتر، العازفة ولقبها خنيت أو حسيت، الراقصة ولقبها إبات، عظيمة الجاذبية ولقبها ورت يامت، سيدة الأرضين ولقبها حنوت طاوي، سيدة ولقبها ست، زوجة ولقبها حمت، محبوبة زوجها ولقبها مررت هي اس، خادمة ولقبها سجمت عش، النادبات ولقبها جرت، ويوصي الحكيم آني ابنه إلى كيفية معاملة الأم فيقول له: ضاعف مقدار الخبز الذي تعطيه لوالدتك واحملها كما حملتك، ثم بعد ولادتك حملتك حول رقبتها وقد أعطتك ثديها 3 سنوات ولم تنفر من فضلاتك، ثم ألحقتك بالمدرسة لتتعلم الكتابة، وحينما تصبح شابا وتتخذ لنفسك زوجة وتستقر في بيتك ضع نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربتك، فليتها لا تغضب عليك وليتها لا ترفع أكف الضراعة إلى الإله وليته لا يسمع عويلها.